كشف حقيقة خصخصة قناة السويس لتمويل العاصمة الإدارية الجديدة. نفت هيئة قناة السويس اتجاه الحكومة لخصخصة قناة السويس من أجل بناء وتمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وقالت الهيئة إن القناة ليس لها علاقة بعملية تمويل مشروعات العاصمة الإدارية وفقاً لتقرير توضيح الحقائق الصادر عن مجلس الوزراء. وشددت الهيئة على أن قناة السويس ستظل دائماً وأبداً ملكاً للدولة والشعب المصري. وأكدت الهيئة أهمية قناة السويس كأحد مصادر الدخل القومي والعملة الصعبة للبلاد ودورها في حركة التجارة العالمية. 27.8 مليار ريال فائض بميزانية السعودية خلال 3 أشهر. أعلنت وزارة المالية السعودية تحقيق فائض بموازنة الربع الأول من العام الجاري أكثر من 27.8 مليار ريال، وذكرت الوزارة السعودية أن المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 14/40/14/41 هجرياً أظهرت ارتفاع إجمالي الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 48%، لتسجل مستوى 245.4 مليار ريال. وبلغ إجمالي المصروفات للمملكة خلال نفس الفترة 217.5 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. الكويت تدشن رابع أكبر الجسور البحرية في العالم. دشنت دولة الكويت جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح بتكلفة 904 مليون دينار، وحسب بيانات مركز الاتصال الحكومي الكويتي فإن الجسر يعد رابع أكبر الجسور البحرية في العالم ويربط الكويت بمدينة الصبية مدينة الحرير الجديدة. ويهدف الجسر إلى اختصار المسافة والوقت بين مدينة الكويت ومدينة الحرير الجديدة إلى 15 دقيقة بدلا من الساعة. إعمار تطلق ريفيرا دبي ب 25 مليار درهم. أطلقت شركة إعمار للتطوير المملوكة لشركة إعمار العقارية مشروع ريفيرا دبي بالتعاون مع شركة بي أند أو ماريناس التابعة لشركة مواني دبي العالمية، ويقع المشروع على سواحل دبي في ميناء راشد. ويهدف المشروع إلى بناء مدينة بحرية على غرار مدن سواحل المتوسط، وتصل تكلفة المشروع إلى 25 مليار درهم. وسيحاكي المشروع طابع الريفيرا الفرنسية بإطلالات على الخليج العربي والأفق العمراني لوسط مدينة دبي. الاحتياطي الفيدرالي يثبت معدل الفائدة وفقاً للتوقعات. أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدل الفائدة الأمريكية دون تغيير، ليأتي ذلك متوافقاً مع توقعات المحللين. وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان السياسة النقدية إنه قرر تثبيت معدل الفائدة الأساسي عند مستوى يتراوح بين 2.25% إلى 2.5%. وجاء قرار السياسة النقدية بموافقة جميع الأعضاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وأبدى الاحتياطي الفيدرالي نظرة متفائلة بشأن النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أنه ينمو بوتيرة قوية.